درسانة ليش ما عم تجي لعندي؟ ها شفتي حماتك وسويت؟ تقبرين لا تزعلي يلا حصل خير. الله كريم مال الحلال إلا يرجع. أي والله الله كريم يا رب. سلامة خيرك. تعالي بكام هدمة للصغار. تقبريني ليش معزبة حالك؟ قديش حقهم هدول فضنا؟ حقهم هدول هدية مني للصغار. شهيرة تعالي حبيبتي تعالي تعالي شوفي وجهي كلك شوفي تعالي قيسية شوفي. والله ما كان في داعي تعزبي حالك. ولا يهمك بس انتي إلك هدية عندي غير شكت. وأنا كمان هلاك أنا هذا الحجاب تحطينه بالفرشة محل ما ينام ابن عمك ما تشوفين غير يحبك أكثر من كل ضرائرك. تقبري قلبي هلأ بنكسر الصفرة سوا بعدين نطلع هالحين حطينا ولا ما يفيد. يلا بسرعة روحي يلا. تعالي تعالي حبيبتي تعالي تعالي شوفي تعالي قدم من لك ياها الحباية تعالي تعالي. يخرب بيتك يا فاطمة. يسلم ايدك يا سالي فاطمة. عشبتك حبيبتي؟ تلتي. تعالي اسم كلاسي اشتري لك من طمينة. ياما. ما تنظرين حتى تعالي روح نرجع بسرعة تعالي. يلا. أنا فاجيكم يا لطفية ويا فايزة. الشادي مديار. مرحبا وناس. أهلين أهلين. دفع عني وشي خرب بيتك من حالك. شمعوا بيرمي خلاص ايه خلاص عندي انا رح ظبطك عندي الله يعينك يا اختي شو في شو خالي هدى شو ما جانا وصرخ انه بنت مسروقه شو شو الحكي هذا لا حول ولا قوه الا بالله بقص ايدي اذا مو هديك الحرمه ورا القصه اي حرمه لك النوريه اللي بعتني وراها عمك عصام للرقبه تعرف بطرحها معلومه اللي بعرف وش قاعد عبك يا رقبه ليش وقفت؟ شو بني؟ هون مطرحهم؟ وين هون مطرحهم؟ لك هون ما في حدا. قول يا رب. روح لنسأل روح. يا رب. السلام عليكم حجي. وعليكم السلام. مر أخي. بدي أسألك. هون مشقيتك جنب الأرض تبعك كان في جماعة هيك عاملين خيام وقاعدين هون. بتعرف وين راحوا؟ إيه أخي. اليوم الصبح مشوا. ليش حضرتك موصين عجب لي أو لبان؟ يوم الصبح مشوا. حسبي الله ونعم الوكيل. طيب أخي. انت ما بتعرف حدا منهم؟ مالك اخذ وعطي معه؟ لا والله يا اخي ما بعرفهم غير كبيرهم. كبيره؟ منيح. شو اسمه؟ اسمه خلف. خلف؟ عمي هذا الزلمه اللي عم تحكي عنه دقنه بيضا شي كبير بالعمر لابس قلابيه بالنيه. ايه هذا هو ما عنده غيرها.
هدول هني. طيب عمي ركز معي الله يخليك، ما عرفت وين راحوا، منين طلعوا، منين نزلوا. يا اخي هدول كل سنه بيجوا لعنا شهر شهرين، بعدين بيحملوا حالهم بيطلعوا مشرق. عندنا شويه غنم بيعملوا جبنه لبن هيك على باب الله. قلت لي مشرق. طيب ما بتعرف قرنتهم هلا وين راحوا؟ لا والله يا اخي. خير في شيء؟ لا اخي لا ما في شيء. سلم الديات. الله يسلمك. وعليكم السلام. شو عاصير؟ شو نساوي هلا؟ والله ما بعرف. شو رايك نطلع هيك؟ هيك قلتها؟ ايه. قول يا رب يا رب. قول يا علام. يا رب 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 شو عم يصير معنا يا الله؟ لا تخفيها يا الله رجع لبنتها يا الله. يا رب ليش هيك عم بصير؟ ابشوكات؟ انا برايي خلينا نرجع الحاره نشوف جماعه الكركون، بركة صار معهم شيء ولقيناها للبطيخه فاطمه. لك وين بدي ارجع لك عاصم وين؟ لك هي بنتي، بنتي شقفه مني، لك بنتي ضاعي. طول بالك عصام، طول بالك، لازم تهدى وتروح عشان تعرف شو بدك تعمل. خيو انا برايي خلينا نرجع الحاره نشوف راي الكبار شو بده يقولوا، وفرد مره بنشوف جماعه الكركون، ولعيونك عمي، بنضلنا بنسرح بهالبراري ما شاء الله، حتى ترجع بنتك. ماشي. خلينا نرجع. اه يا ابو عصام، شو ابو عصام طمنا شو صار؟ قدمنا على الداخليه عملنا بلاغ. عمروا على كل مخافه بس بدها وقتها بتصير تاكل. لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. ها هي عصام وعاصم، تعال شوف شو صار معك. ما صار معي شيء، ما صار معي شيء، انتم شو صار معكم؟ ونحن كمان قدمنا بلاغ على الداخليه، بس انا برايي هلا شرفوا على المضافة لحتى نشوف شو بدنا نسوي بهدوء. تفضل يلا شرفوا. تفضل تفضل ابو عصام. يا رب دخيلك يا رب. فر هلا عم يشتغل شغلته، ونحن كمان حنشتغل شغلتنا ما لنا ساكتين. وكل الله بقى. لا اله الا الله، لا اله الا الله. لا خلاص يا ربي. روحي اشحطيه روحي. يا ابو عصام طق عليه عم بفضل حالي. شو اعمل له؟ عمي الله يرضى عليك. وكلي الله ما بصير هيك. حسبنا الله ونعم الوكيل. طولي بالك يا بنتي، طولي بالك حبيبتي. انت مؤمنة والله ما بينسى عباده يا حبيبتي. اتكلي على الله. شهدوا علي وحياة مين زرعهم بوشي. تحرم علي شوفة اهلي، امي وابي واخواتي ونسواني وبناتي، الا لترجع بنتي بالسلام. انا ما بدي منكم شيء، تردوا علي وادعوا لي وبس، ما بدي منكم شيء. عيني بعين الله، الله بعين. يا رب. الهوى بالهوى الهوى. وعليكم السلام. علينا ابو عصام تفضل. الله وبركاته. اخي ابو عصام، الشباب راحوا كل اثنين على ديري، ان شاء الله ما بيرجعوا خايبين. كتر خيركم سيدي، كتر خيركم ان شاء الله باذن الله. شوكت ان شاء الله. خليني اروح معك. عداد استفهام علي اخوك. انا حالف يمين بعد عن وشي بشرط الله. عاصم عاصم ما بدي امشي. شوكت كفو تطلع معي لعيونك. يلا روح. اعطيني تكه بس اجيب اغراضي. اعتز، إذا صار لي شيء بيتي وعيالي بأمانتك أخي. وكل الله يا صاحبي، وكل الله ونعم بالله. يلا عاصي يلا قول يا رب. ليلي أخي أمان الله. هاي البنت أول ما فاتت فاتت على بيت أبو بدر.
وحرمته الله يستر عليها، هي فوتتها على البيوت الحارة. ايوه طيب خلينا نشوف ابو بدر بيحكي مع مرته، بركي بنعرف وين اراضيها. ايه هلا بشوفه ابو بدر. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. يا ابي عصام وعاصم تيسر. حسبي الله ونعم الوكيل. شو عاصم؟ هدول هني؟ لا حول ولا قوة الا بالله، مو هني. لك شو عرفك انه مو هني؟ شو عرفها؟ لك يا اب شو قاعد تصلي على النبي، مبين عليهم فقره ومعترين كانوا هدينك، هدول مو هيك. طيب تعال تعال نستفسر، تعال. قول يا رب. السلام عليكم. هلا وعليكم. هلا ورحب. عليكم السلام. هلا ابو ضيوف الرحمن. تفضلوا تفضلوا يا اخوي تفضلوا. لكن اشهد الله محمد رسول الله انه قلبي انفطر عصيرتك يا ابن الحلال. اخ اخ يا عم اخ. عمي بدي اسالك سؤال، يعني عدم المؤاخذه، هدول بس ياخذوا البنات يعني شو بيعملوا فيهم؟ هذول ياخذوهم يبيعوهم لجماعه ثانيين مشان يربوهم يعلموهم الرقص. رقص؟ يا باطل عليك يا ابو شوكت. يا باطل عليك يا عمي. داخلين عليك، يستر على عرضك بدنا، وين نروح هلا يعني؟ هسا يا ابن الحلال ترتاحوهم شوي، بعدين تروحون صوب مشرق، وعسى الله خير. مشرق مشرق يا حول ولا قوة الا بالله. لك والله ما بيجوز هيك يا هدى، ما بيجوز، لازم تقيتي حالك. شو رح ينفعك الزعل يعني؟ لسه حاطه الحزن بالجرن وقاعده. بدي بدي ما عم ترضى تاكل يا ماما، ما عم ترضى. واخرتها معك لك بنتي، واخرتها معك. شوكا شوف هاي بوسطة بتطلع فيها. لك شغلة بنت سؤال. يلا السلام عليكم. وعليكم السلام. وين طريقك معلي؟ مشرق. داخلنا معاك؟ واو. يلا يا رب. قول يا رب. قول يا رب. يا رب. السلام عليكم. وعليكم. ما أكلت؟ زبدية الشوربة وما كملتها، جيب لها الحكيم يامو. لا مو بعازة، نفسيتها تعبانة على بنتها المخلوقة. ما عم ترضى تاكل مع حدا، أنا حاولت معها وما رضيت. ما في خواص تاكل. خطي كتير بشوفها قاعدة عم تحكي مع حالها. الله يفرج عليها وعلينا يا رب. يلا يلا فوتي ابن عمي تفضل. وينكم؟ ليكنا. السلام عليكم. عليكم, عليكم السلام. السلام. في أخبار عن عيسى؟ لا والله لا ما في شيء ما في شيء. والمخفر يعني وين أرضي يا عصام؟ طول بالكم عمي الله يرضى عليكم، خلاص وكلوا الله كل شيء بنحل إن شاء الله. هلا أنا معي ضيف بشير جاي يشوف دكتور، ضضبوا شوي. يلا يلا تعالوا لهم فوتوا. وبعدين معك هدى؟ وبعدين بدك تجننينا يعني بدك تجننينا؟ لك عمي صلي على النبي الله يرضى عليك. مو شايفة يا عمي؟ مو شايفة؟ صار لها كم يوم ما حطت ولا لقمة بتمها. مالك شايفة جوزك داير بأراضي الله الواسعة عم يدور على البنت؟ وأنت شو عم تساوي هون؟ قولي لي شو عم تساوي؟ لك عيني جوزك على المقلي، عيني جوزك. يا عمي الله يرضى عليك، خلص بقى اهدى اتركها اتركها. الحكيم ما راح ينفع ما راح ينفع. حسبي الله. طمن عمي بشير الله يرضى عليك. نحن وبالبيت كلياتنا دايرين بالنا عليها. طيب يا عمي مالك شايفها؟ اي والله راح تجنننا، يعني معقول نضل على هالحالة؟ والله مو معقول. لك عمي حبيبة حبيبة وكل الله وكل الله. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله. منو انتو؟ اطلع باللي معك احسن لك انت وياه. صلوا على النبي يا شباب، صلوا على النبي. شبكون؟ اللهم صل على النبي. عم قلكم اطلعوا باللي معكم. شوف ابو ضاي روح من هون احسن ما يصير دم. عم قلك ويصير دم؟ اطلعوا باللي معكم. عم قلك احسن لك. ها يا شباب يا شباب اسمعوا قصته للرجال، والله العظيم بتبكوا عليه حتى اقونا كرمال الله. لك لا تبكي ولا تشكي، اطلع باللي معك خلصني. يلا اسمع انت وياه، انكم تاخذوا منا شيء ما رح تقدروا، كفوا بلاكم عنا من شان الله. انا رح لك اياها من الاخر ابو ضاي. انا بنتي مخطوفه ومعايس على الدنيا كلها، وعم بفتل بالبراري عم دور عليها. من شان هيك اذا طلعتوا نشامه قدرانين تساعدونا بحطكن على عيني وراسي، بس غير هيك كلام رح يصير دم. فهم علي ابو ضاي؟ من شان الله لوف بالله انه بنتك مسروقه. اقسم بالله العظيم انه بنتي مسروقه مني. اقسم بالله العظيم.
لا حول ولا قوة إلا بالله. بقى انتو السلامة صادق ومضرور كمان. هات عمي هات سمعنا أصلك لنشوف بلكي بنقدر نساعدك. هنيه برشاد.